تعالوا مع بعض بقى نشوف البيتيفور بناء على طلبات ناس كتير جدا من حبايبنا. انا عندي البيتيفور مقاديره 500 جرام يعني نص كيلو من زبده فرن، زبده فرن. عندي كمان 200 جرام من السكر الباودر و625 جرام من الدقيق، 625 جرام من الدقيق، و3 بيض و3 بيض ومعلقه فانيليا وكوبايه مربى واخر حاجه شوكولاته سايحه بيضه وبني ولوز مفروم، فستق مفروم زي ما انتوا عايزين، او شوكولاته فرماسيلي او جوز هند زي ما تحبوا. لكن انا هقول تاني المقادير عشان تكتبوها: نص كيلو من زبده فرن، وعندنا كمان 200 جرام من السكر الباودر، وكمان عندنا 625 جرام من الدقيق، واربعه ثلاثه بيض اسف، ومعلقه من الفانيليا، وكوبايه مربى، وشوكولاته بيضه وبني. طبعا عايزين نتكلم على زبده فرن. زبده فرن دي زبده جميله جدا، طبيعيه جدا، ممتازه جدا. كمان عندنا سمن جولدن ميكس. سمن جولدن ميكس ده خليط بين السمنه البلدي والنباتي فعلا، واللي جربوها انا عايزكم ما تحكموش غير لما تجربوا، يعني لما تجربوا فرن وتجربوا كمان السمنه تبقوا تحكموا، لان انا جربتها بالفعل. هنجيب الميزان بتاعنا عشان نوزن 500 جرام من الزبده بتاعتنا فرن. يا مدام رباب. ايوه السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. كنت بسال حضرتك، في السوبر ماركت الكبير في فراخ، صدور فراخ بتبقى محشيه رز ومحطوطه في فويل كده، صدور فراخ رز يعني، لا الصدر كامل بالعظم بتاعه، بس هي محشيه رز يعني. بس بتبقى معموله ازاي دي بقى؟ كنت عايزه اعرفها. والله انا يعني عملتها مره من زمان، لان دي اكله لبناني، انا هجيبها لحضرتك واعملها لك قريب ان شاء الله. انا عملتها من زمان لو تفتكروا كده، ايام ما كنا بادئين لسه عملتها، فان شاء الله نجيبها لكم ان شاء الله. هناخد كده بالراحه عشان نوزن. نوزن اهو، شايفين بالجرامات اهي، شايفين نص كيلو بالظبط اهو. مش عاجبك اوزن بره. عايز اقول لكم طبعا ان الزبده دي قوامها حلو قوي كده، 436 92 حته صغيره، يبقى كده نص كيلو بالظبط اهو. الحاجات الموازين دي بتفرق في الدقه بتاعتها، يعني دايما لما بنقول بالموازين بتبقى دقيقه جدا. وممكن نقول على الموازين، حط الكف يا سعد بقى. شفتوا بقى كنت بكلمكم الصبح على الكف والخلاط والمضرب والعجان، هنستعمل دلوقتي الكف. تختلف اهي الرؤيه، اختلفت من هنا لهنا. اما نيجي نستعمل ده، نشيل ده بقى كده من فضلك يا سعد، وناخد كده. وعايز اقول لكم حاجه بقى مفاجاه، ان المكنه دي معاها المضرب ده، يعني احنا لما جبنا المكنه دي معاها الميزان ده، يعني جاي معاها الميزان ده عشان خاطر ما تدوروش بقى. هنحط 200 جرام سكر ونخلط دول مع دول، نفضل ندوب لغايه ما السكر مع الزبده يبقوا كريمي. عارفين يعني ايه كريمي؟ اهو هننزل تاني. لا اثبت بقى. هنشغل زي ما قلنا ده، عشان دي بس مليانه زبده، فبتاخدها وتنزل، لازم نفضيها كده. وهنشغل زي ما قلنا لغايه ما تبقى لونها كريمي، لونها كريمي. اول ما هتبقى لونها كريمي هنزل عليها بالبيض، بيضه بيضه، واحنا مع بعض عشان تشوفوا كل التفاصيل. طبعا احنا هنا حاطين شويه من الاعشاب مع السمك، صح يا فاطمه؟ هنشيل بقى الزبده بتاعتنا دي بعد ما خدنا منها. وبعدين الاعشاب اللي مع السمك دي موجوده دلوقتي بتتباع في سوبر ماركت، ده عارفين طعم ايه؟ لا يا ريت. ده كزبره خضراء، وده جرجير، ومزروع في قطن، في قطن. والحاجات دي بتتباع وموجوده، بتدي شكل جميل جدا في الاطباق بتاعتنا، يعني يا ريت جربوا الحاجات دي. هنشيلها بقى من هنا. هات لي السكينه. الحاجات دي ممكن الاطفال تعملها. هنحط الفانيليا من هنا، وبعدين نرفع
المكنه نبطل ونرفع بالراحه ونجيب كل الحروف دي عشان خاطر اما انزل البيض ده من عوامل نجاح اي حاجات بنعملها. شايفين الخليط بقى عامل ازاي؟ الزبده، شايفين الزبده الفرن شكلها عامل ازاي؟ اهو اهو. هننزل بقى الخليط بتاعنا ونزود عليه البيض، بيضه بيضه. ليه؟ لو حطينا البيض مره واحده ممكن البيض يعمل ايه؟ هتلاقوه يا حاجه زينب. ايوه اهلا اهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيف يسري. اي فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. عايزه اعرف بس طريقه عمل القرصه المحوجه. الايه يا فندم؟ القرصه المحوجه. القرصه المحوجه، حاضر من عينيا هقول لك عليها. حاضر. حاجه ثانيه؟ شكرا. تحت امرك. حاضر. هقول لك على القرصه وهنحط كده البيض اهو واحده واحده بقى. شايفين اول ما يختلط معايا اهو. مجدي هيعلق دلوقتي يقول لي هيختلط الزيت بالماء. هقول له اهو علق بالفعل. وبعدين هنحط الثانيه كده اهو، وهنحط الثالثه كمان. وبعد كده هناخد الدقيق، نزود السرعه شويه اهو. ثانيه واحده يا مجدي. خلاص وهبطل خالص واضيف الدقيق مره واحده واقلبه واحطه في الكيس بتاعنا ده واقسمه بالكيس. اي تقسيمات عايزين تعملوه روزيتا، تعملوه طويل. انا ممكن بس عشان وقتنا اما نرجع هوريكم الكيس عامل ازاي وهنعمله لكم. وبعد كده هناخده نطبقه ونحشيه بالمربى، نغطسه في الشوكولاته البني والبيضه، وبعدين نحطه في اللوز المفروم او الفستق المفروم ونقدمه لكم. خليكم معانا دايما.